مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اوراق اقتصاديه ملف اقتصادي جديد يهم مصر ومجموعه من اخبارنا الاقتصاديه عن الاسبوع المنصرم دعونا يعني نبدا باهم ما لدينا هذا الاسبوع المالية تكشف عن تحسن أداء الموازنة العامة وتراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام إلى 1.9% من 10%. ومنظمه التجاره العالميه تطلق جلساتها بشان النزاعات بين الولايات المتحده الامريكيه وشركائها باوروبا وكندا حول رسوم الصلب والالومنيوم. وفي ملفنا هذا الاسبوع سنلقي الضوء على قضيه الموضوع تشكيل مركز اقليمي لصناعه الاثاث المصريه بين المدن الصناعيه المتخصصه واستراتيجية تنمية وتطوير القطاع. نبدأ بفقرة إخبارية عن أهم أخبار الاقتصاد سواء المصري أو العالمي أو العربي خلال الأسبوع المنصرم والتي بالتأكيد ستؤثر على الأسبوع الجديد. نبدأ مع آخر تطورات مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام المالي الجاري قفزات في مؤشرات أداء الموازنة العامة. فقد تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري الموازنة في الموازنة واحد 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغت 2.3%. خلال الثلاث سنوات الماضية هذا وتواصل الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو مفاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة مع نفس الربع الأول من العام السابق الى قناه السويس حيث اعلن فريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس رئيس المنطقه الاقتصاديه للقناه اعلن عزم المنطقه سحب الاراضي غير المستغله من المستثمرين غير الجادين وانهاء التسويات مع المستثمرين الجادين وذلك في شرق بورسعيد واكد مميش ان المنطقه تعمل على المضي قدما في اعلاء المصلحه العليا للدوله وبما يحقق اهداف التنميه والتطوير في اراضي المنطقه المخصصه لها بموجب قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه الى اخر واهم الاخبار الاقتصاديه العالميه والنزاع الامريكي مع مجموعه من الدول الاوروبيه وأيضا مع الصين حيث أطلقت منظمة التجارة العالمية جلستها بشأن النزاعات بين الولايات المتحدة والدول المعارضة للقرارات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم الصين أكدت والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والنرويج وروسيا أيضا أنهم سيصاعدون نزاعاتهم عبر بدء إجراءات تحكيم فيما أكدت الولايات المتحدة رغبتها في تشكيل لجان للفصل في النزاعات مع كندا والصين والاتحاد الأوروبي وإلى أخبار النفط التي بالطبع كل المتابعين لاسواق النفط العالميه هناك ذبذبات عاليه في هذه الاسواق الآن فبنك جولدمان اند ساكس جولدمان ساكس توقع ان تظل اسواق النفط شديده التقلب في الاسابيع المقبله، البنك اكد ان الاسواق في حاجه الى عامل محفز اساسي كي تستقر الاسعار ويصبح التداول اعلى في نهايه الامر وذلك مثل ادله ملموسه على ان انتاج اوبيك ينخفض على نحو متلاحق وادله اخرى على متانه الطلب على النفط في العالم غير ان البنك نبه في الوقت ذاته الى ان غياب اي ادله على تخفيضات في انتاج اوبيك سيؤدي الى انخفاض اسعار النفط على نحو مستدام مشاهدينا الكرام باخبار الذهب الاسود اخبار اسواق النفط العالميه انتهت هذه الفقره من اخبارنا الاقتصاديه وبعد الفاصل نبدا معكم ملفنا بالطبع صناعة الأثاث من الصناعات المصرية مش عايز أقول خالصة لكن مصر من بدأ صناعة الأثاث في العالم والدليل على ذلك طبعا هم الفراعنة هذه الصناعة الهامة اللي قعدت سنين محتكراها بعض المناطق في مصر خاصة زي دمياط هذه الصناعة الهامة بتقوم على تشجيع صناعات مكملة أخرى وطبعا لما ندخل في هذه الصناعه هنلاقي ان هذه الصناعه بتقوم عليها صناعات صغيره ومتوسطه كثيره جدا توجه السيد رئيس بانشاء مدينه صناعيه للاثاث في دمياط الجديده كان توجه محمود وكان توجه لتنميه هذه الصناعه ولكن هل هذه المنطقه كافيه ولا هذه الصناعه محتاجه لاهتمام اكبر واستراتيجيات اوسع للتنويع وطبعا لانتشارها على ربوع مصر خاصه ان احنا عندنا منافسين اقوياء في على المستوى الاسواق العالميه في الاثاث الرخيص والاثاث المتوسط والاثاث الغالي ايضا دعونا نخرج الى تقرير سريع ثم نبدا نفتح معكم هذا الملف صناعه منتجات الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات انتهت من استراتيجيه صناعه الاثاث كخريطه طريق توضح بدقه كيفيه النهوض بقطاع الاثاث في المرحله المقبله الاستراتيجية تضع خططا متكاملة لتطوير صناعة الأثاث لما يمثله من خطوة مهمة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية قطاع الأثاث باعتباره ثالث أكثر قطاع صناعي ذي قيمة مضافة. واظهرت الاستراتيجيه اهميه التسويق لنهضه القطاع حيث يفتقر القطاع لوجود منظومه تجاريه جاده وفعاله تربط المصنع بالمشتري المحلي على مستوى الجمهوريه الاستراتيجيه تركز على زياده صادرات القطاع للاسواق الخارجيه وتفعيل منظومه احلال الواردات وهو ما يسهم في توفير النقد الاجنبي وبلغت صادرات قطاع الأثاث خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 220 مليون دولار ووفقا للاستراتيجية فقد حددت خريطة عمل على ثلاث مراحل من عامين إلى عشرة أعوام تشمل إحلال الواردات وتعزيز الوجود في السوق المحلية مع التوسع في الأسواق الخارجية تعد صناعه الاثاث من اكثر الصناعات المعنيه والمصاحبه للتنميه العقاريه وخطط مصر في انشاء مدن جديده حيث يتكون قطاع الاثاث في غالبيته من الصناعات الصغيره والمتوسطه أهلا بكم من جديد طبعا الاستراتيجية التي تم إطلاقها على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر لمعرض فيرنيكس أند هوم والمقام بالقاهرة الاستراتيجية هي إنشاء مركز إقليمي للتسويق يخدم السوق المحلية. للاساس واسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي في هذه الحلقه وبنفتح معاهم ملفنا معي الاستاذ محمود برعي عضو مجلس اداره جمعيه مستثمري 6 اكتوبر اهلا بحضرتك معايا ومعي الاستاذه اماني عبد الحميد او البش مهندسة اماني عبد الحميد مهندسه ديكور اهلا بحضرتك معايا يعني في البدايه طبعا اسمحي لي ابدا بالاستاذ محمود براعي استاذ محمود يعني في البدايه فكره ان احنا عندنا مدينه خاصه للاساس في دمياط واحنا عارفين طبعا كلنا كمصريين ان هي بلد صناعه الاساس وان كان ده طبعا ممكن يكون ظلم لبعض المحافظات الثانيه يعني عندنا في المنصوره برضو في صناعه اساس عندنا في في دمنهور وعندنا في اماكن ثانيه بس طبعا هي دمياط الاشهر وهي الاشهر لانها كمان بتصدر بره فكره صناعه الاساس بين التطوير و هل مدينه صناعيه هتطور هذه الصناعه بسم الله الرحمن الرحيم هو في كل الحالات مدينه دمياط هي اشهر مدينه للاساس على مستوى العالم م. يعرفها القاسي والداني وهي من المدن نسبه البطاله فيها على مستوى العالم بتعتبر صفر م. ده يمكن نمره واحد ضميات نمره اثنين آه هو يمكن مش ظلم لباقي المدن قد ما هي ضميات تخصصت فيها وده لو جينا مثلا شفنا الصين دلوقتي هتلاقي فيها مدن خاصه بصناعه الاساس مدن خاصه بصناعه البلاستيك مدن خاصه بالكيماويات فده هو الفكر السليم لكن لو رجعنا للنقطه بتاعه الاستراتيجيه وان احنا نعمل مركز اقليمي ل تصدير الاساس وال والترويج ليه هو يمكن ده كان مطلب من سنين فاتت كتير احنا كان يهمنا ان ده يحصل لان كل اللي شغالين في قطاع الاساس هتلاقي حضرتك منهم شركات محدوده تكاد لا تتعدى الخمسين شركه مثلا على مستوى مصر دول اللي هم عندهم سيستم للتصدير تمام لكن الباقي كله بيقدر يعمل منتج كويس لكن ما بيعرفش يسوق له كويس فالخطوه دي خطوه كنا محتاجينها عشان نثبت وجودنا في جميع دول العالم بالاخص في صناعه الاساس اللي احنا مميزين فيها يعني من البدايه طيب أه مهندسة اماني يعني أه طبعا شغل الديكور الناس يعني بتفتكر ان شغل الديكور ده مرتبط بقى بالحاجات الغاليه جدا لكن الاساس نفسه ما حدش بيستغنى عنه طبعاً. فقير او غني او في طبقه متوسطه او غيره. الحاجه الثانيه صناعه الاساس بيرتبط بها صناعات تكميليه كامله وانت يمكن عشان مهندس ديكور اكيد عارفه ده اكتر لان مثلا مش هقدر احط قطعه ما في البيت الا لما يكون لون الحيطه متناسب مع لون الاساس الثاني وهكذا. يعني الاساس صناعه الاساس بتخدم صناعات تانية هل نحن بحاجه لما نيجي نعمل استراتيجيه نعمل الصناعات المتكامله دي جنب بعض ولا وده هيبقى احسن ولا نسيبها زي ما هي بالتاكيد لما يكون كله في مكان واحد هيكون اسهل للعميل وهيكون اسهل للمهندس وهيكون اسهل للكاستمر نفسه برضو وفي نفس الوقت احنا عندنا برضو يعني مش مدينه واحده احنا عندنا في في اسكندريه وعندنا في القاهره وعندنا في اماكن كذا من مكان في القاهره م. عندنا النحاسين مثلا في الاكسسوارز مش تمام ففي ناس منهم هتقدر تنقل وفي ناس مش هتنقل يعني بس طبعا لو قدرنا ان احنا نجمع كله في مكان واحد طبعا بيكون احسن بكتير تمام طيب أه استاذ محمود فكره ان احنا عايزين نعمل زي ما قلت فكره صناعه الاساس صناع لها حواليها صناعات كتيرة يعني ما ينفعش احط مثلا اعمل قطعه اساس بدون ما اعمل الاكسسوارات بتاع الاساس المسمار اللي بيمسك الخشب في بعضه دي صناعه لوحدها هل احنا عندنا استراتيجيه لوضع صناعات صغيره ومتوسطه طبعا ده ممكن يطور الصناعات الصغيره والمتوسطه خاصا في هذا المجال الاستراتيجيه ديت هل محتاجين نحطها في مدينه لوحدها ولا محتاجين نحطها نوزعها على مدن مختلفه هو من الصعوبه بمكان ان حضرتك تقدر تحط الصناعات دي كلها في مكان واحد م. لان كل صناعه مرتبطه بصناعه الاساس هي صناعه اوريدي مرتبطه بصناعات اخرى قائمه بذاتها يعني, آه يعني مثلا صناعه المسمار آه هو المسمار للخشب لكن في مسمار للحديد ومسمار للألمنيوم ومسمار لكل صحيح. شيء آه زي ما الباشمهندسه اوضحت وهي عندها حق ان مثلا حاجه زي النحاسين النحاسين بتشتغل في اكسسوارات تخدم الاساس الخشبي وتخدم الاساس المعدني وممكن تخدم اشياء ثانيه ايوه فاحنا اللي يهمنا ان حتى تواجدهم في مكان واحد يمكن مش هو بقى الفيصل النهارده زي مثلا م. مدينه الروبيكي للجلد ما هي دي مدينه اتعملت للجلد وللصناعات وهكذا لكن آه النهاردة لو حاولنا ان نعمل مدن لكل حاجة آه انا اهم حاجة عندي ان انا احافظ على الصناعة ان هي ما تندسرش وان الصناعة تقوم وما تتهدش م. هو ده الاساس بالنسبة لي فانا الصناعة دي عشان ما تتهدش لابد ان انا اشجعهم على التصدير ابدأ اعمل لهم قيادات معينه تقدر تدربهم تقدر تعمل لهم حاجات مدارس فنيه ولذلك يمكن احنا كجمعيه المستثمرين بتاعه 6 اكتوبر احنا كنا في اجتماع مع رئيس هيئه الاستثمار اول امبارح الدكتور قال كلام جيد جدا ان بقى عندهم وحده داخل هيئه الاستثمار تقدر تروج وتسوق المنتج بتاعك يقدر يجيب لك شريك من بره م. يجي عشان يشارك معاك ويضخ اموال بحيث ان هو يقدر يستفيد بيها م. المشاكل بحيث ان الطرفين يستفادوا انت وهو بالظبط كده ده كان دور اساسا ما فيش حد بيلعبه في الدوله والنهارده الدوله يعني اخذت الدور ده وبدات تقوم بيه يمكن هيبقى في اجتماع في خلال الاسبوع الجاي باذن الله عشان نقدر نحدد ده في حضرتك يعني حاجات كتير بتاثر على الصناعه من ضمنها التمويل طبعا. آه من ضمنها الركود العام اللي بيبقى بيصاحب بعض الفترات في السوق كدخول المدارس والفترات اللي ما فيهاش افراح و الى اخره كل الكلام ده احنا بنحاول ان ناخد من السوق المحلي ونبدا نطلع للتصدير تمام. وهو التصدير هو الحياه يعني م. من غير تصدير اي صناعه أه يعني اي, صناعه طبعا اكيد هتموت. طيب أه اماني أه برضو صناعه الاساس من الصناعات اللي دايما محتاجه تطوير طبعًا. سواء في التكنولوجيا سواء في الأزواء بس خلينا نتكلم في البدايه على التكنولوجيا التكنولوجيا محتاجه تدريب للعمال تدريب للعاملين الحرفيين موجوده الالات الجديده يعني شايفه التكنولوجيا ازاي هل يتم تطويرها ازاي زي الاستاذ محمود قال ان احنا مثلا عايزين مدارس فنيه تدرب الناس اول باول على الحاجات الجديده بالتاكيد مم. موجود اوريدي عندنا في مدارس تطوير للحرفه دي فلو مسكناها تنجيد او نجاره او او دهان يعني كلها موجوده طبعا بتساعد على ان المنتج يطلع بالشكل المطلوب انه ينافس في السوق تمام. المحلي والسوق الدولي آه وان احنا بقينا بنصدر دلوقتي كمان فمطلوب ان العماله اللي عندنا والمكان يكون على مستوى مستوى. طبعا طبعا آه وبقى موجود آه لا موجود طبعا عندنا مصانع بقت متطوره جدا آه وبتنافس كل الاجهزه اللي عندنا والماكينات اللي عندنا آه بتنافس آه بره بشكل كويس آه الاقمشه عندنا برضو المصانع عندنا خط الانتاج في في الاقمشه ممتاز مصانع الاقمشه والتطريز عندنا بينافس الدول متميزه جدا في في الاتجاه ده فاعتقد ان احنا متميز ما متميزين يعني ولينا مكان في ده طيب خليني اسالك سؤال تاني على فكره المنافسه بما انك انت مهندس ديكور وبتشتغلي في أشكال مختلفة، السوق ما عادش مقفول على السوق على الصناعات المصرية الحاجات بتاعت الضميرات بتاعت زمان الخشب الزان والكلام ده، إحنا عندنا حاجات جديدة داخل فيها صناعات صينية بتجيلنا أساس كامل جاهز من الصين وممكن يكون مش عايز أقول بربع بس هنقول بنص ثمن الحاجات المصرية. شايفة إزاي نبدأ نعالج هذا الغزو وإن ده ممكن يقضي على الصناعة بتاعتنا؟ بالجوده احنا م. عندنا الخشب بتاعنا ممكن اه المنتج الصيني بيقل في سعر كتير بس العميل فاهم وعارف نوع الخشب بيطلب نوع الخشب م. هو فاهمه الاقمشه وعايز حاجه تعيش يعني العميل طبعا. اللي عايز حاجه تعيش بيطلب خشب زي الزان مثلا وبيبقى حتى المنتج عندنا لو شفت كرسي مثلا في أنتري صيني وكرسي في أنتري مصري معمول من خشب زين تقله حتى مختلف يعني م. فطبعا لا الجوده مختلفه الجوده والسرعه مم. السرعه طيب. طبعا في التنفيذ اكيد طيب استاذ محمود في نفس النقطه مم. هل انتم مع فكره وضع رسوم اغراق مثلا لان برضو جت في فتره من الفترات لما بدات الصين تغزو السوق المصري بالاساس اللي بي بيطلبوا ناس يعني برضو ما ننكرش ان الشباب اللي داخل على الجواز عشان يكلف الوقت اوضه مش اقل من 30 40 الف جنيه ده أوضة واحدة احنا ما شاء الله عندنا بنطلب بالتلات أربع أوضة دلوقتي فكان في بديل ان انت تجيب أوضة صيني من خمس ل لعشر تلاف. كان في بدائل ده أثر على الصناعة في وقت من الأوقات هل انت شايف ان هذا الوقت ده هل احنا محتاجين لإجراءات حمائية عشان نحافظ على صناعة الأساس ولا مش محتاجين هو بصفة مبدئية في في مصر اسعار لغايه 15 و 12 ألف جنيه مم. للغرفه لان كل المباني الجديده بدانا نبقى عاملين زي اوروبا ان احنا مم. عايزين الاوضه على قد الاحتياجات بدل ما نعمل اوضه 6 في 6 بقت الاوضه 2.5 في 2.5 تمام فبقت الاوضه في تكلفتها قليله الجزئيه الثانيه الاجراءات الحمائيه كان الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عمل دراسه من حوالي أربع سنين وقدمناها للحكومه والحكومة خدت بيها والدراسة دي كانت مقتضاها ببساطة شديدة جدا إن إحنا عايزين المصانع تبقى في نفس كفاءة المصانع المصرية، م. فبدأ يبقى فيه لازم تسجيل للمصنع الخارجي، لازم لما يشتري منه لازم يبقى الفاتورة ما تبقاش مضروبة زي ما كانوا بيعملوا لأن م. هو ده اللي كان بيهدد الصناعة المصرية. طيب جميل. النهارده بقى قدامه حاجات كتير جدا لازم يعملها عشان يقدر ينافسني. وزي ما ذكرت الباشمهندسه هي كلامها مظبوط احنا النهارده اي حاجه صيني حضرتك هتجيبها هي مش هتقعد عندك اكتر من شهر شهر ونص وبعد كده هتتكسر ولا ليك توكيل ولا ليك صيانه بعد البيع المصري انت بتقدر تروح للمصنع ويقدر يعالج لك الخطا لو في خطا لكن احنا من الاساس في الديزاين بنبقى عاملين حسابنا ان ده استخدام مصري وليس مم. كالصيني اللي هو بيعمله للناس اللي هي بتستخدم الحاجه بهدوء آه. وبتحافظ عليها يعني. تمام. طيب باشمهندسه برضو في نقطه ال ال الصناعه الضمان زي ما قال الاستاذ محمود فكره ان انت احنا كمصريين كنت دايما معروف ان طبعا مش كل الناس بتغش بس اكيد في غش موجود وناس بتطلب تكلفه اقل فناس بدات تغش بشكل اكبر. فكرة أن أنت لازم يكون في مركز لحماية المستهلك أنا دلوقتي أغلبية هذه الصناعات صناعات مش عايزين نقول عليها صناعات صغيرة بس صناعات غير رسمية بالذات احنا بنتكلم على النجارين العاديين اللي انت بتروح لهم ما بتروحيش لشركة كبيرة عشان تشتري الأوضة فهنا ازاي نتعامل فكرة ان انا ادخل هذه الصناعات تبقى صناعات رسمية بره القطاع الغير رسمي هيستفاد حاجات كتيره وفي نفس الوقت ان انا احافظ على حق المستهلك ممكن نعمل زي مؤسسة أو تجمع أصحاب حرفة النجارة أه تكون تهتم برضو أن هو يكون مش من ورشة صغيرة أن هي تكون مسؤولة عنه برضو يكون ليه التأمين ويكون أه تكون مسؤولة عنه عموما يعني أه وفي نفس الوقت لو حصل أي حاجة أو في مشكلة مع أي, أي عميل هتضمن له حقه تمام طيب نفس السؤال يا استاذ محمود آه في قانون حمايه المستهلك موجود اوريدي في مصر مم. وفي تعديل ليه لسه في مجلس النواب وطرح في الوقت الحالي حتى اتبعت لنا كجمعيات مستثمرين عشان نقدر ان احنا نبدي ارائنا فيه وانت عندك انك ممكن تاخد الحاجه وفي خلال 14 يوم ترجعها طالما بنفس امكانياتها اي عيوب صناعه احنا بنتحملها والنهارده حضرتك في ناس كتير جدا في مصر كانت اشترت حاجات وعملت قضايا للشركات وكسبتها فالنهارده بقى في حاجه بتحمل المستهلك اوريدي ده جميل لو انا بتكلم على شركه لو آه. انا ب... لكن انا بتكلم اغلبيتنا انت مثلا بتنزل دمياط بتعدي على واحد واثنين وثلاثه وحتى انت بتروح لمحل يعني بيبقى عنده جايب من كذا واحد ما هي الثقافه دي اللي احنا عايزين آه. نغيرها عشان نبدا الاقتصاد الغير رسمي او البلاك ماني زي ما بنسميه يختفي فانت النهارده اتعامل مع الناس اللي انت تضمن حقك معاهم اي نعم ممكن هيبقى سعره اغلى شويه لانه هيديك حاجه الكواليتي اعلى منها م. من اللي انت ممكن رايح تاخدها ولذلك انت حضرتك لو رحت دمياط بنفسك هتفاجأ ان في اوضه ثمنها مثلا نص مليون جنيه نص مليون جنيه بالحرف وهي هي تصل بيك لغايه 5000 جنيه. الرينج ده كله انت شايف كل حاجه زي ما هي زي ما هي بس التخيل بقى الداخلي ليها ده حاجه تانية خالص. فعشان كده بنقول يعني لو احنا حافظنا على المصدر بتاعنا انا النهارده هجيب من مين اقدر اكون عارف على الاقل ليه بطاقه ضريبيه وسجل تجاري. ما هو ده اللي احنا بنسميه البلاك ماركت او البلاك ماني يعني ايا كان اللي هو النهارده الدوله السوق الغير رسمي يعني ايوه اللي هو بيساوي ثلاث اضعاف السوق الرسمي م. وده اللي بيجهد المصانع لان الدوله مش لاقيه غير المسجلين قدامها م. فترفع ضرائب على المسجلين ترفع كهرباء على المسجلين الباقي ولا بياخد ضرائب ولا كهرباء ولا ولا الكلام ده كله وبرضك بيعمل مشاكل اخرى حتى في التصدير طيب برضو هنا السؤال انا عايز اقنع الناس ديت ان هي تبقى اقتصاد رسمي انتوا بما انكم جمعيه يعني جمعيه مستثمرين حتى لو في 6 اكتوبر اكيد برضو عندكم اقتصاد غير رسمي ازاي انا انت طالب من الحكومه ايه عشان تقنع الناس اللي عندك واللي حواليك يا جماعه تعالوا باقتصاد رسمي عشان هتستفادوا برضو زينا لازم يديله فتره انتقاليه مم. ويكون عارف البنفيت اللي هياخدها يعني انا مم. النهارده بستفيد من هيئه تحديث الصناعه اللي هي الاي ام سي بستفيد من الاتحاد الاوروبي بستفيد استفادات عامه هو لو عرفها هيجي منها زي ما الباشمهندسه وضحت ان التم التدريبات دي بتتم عن طريق جهات رسميه واجنبيه حتى لو حضرتك شفت المؤتمر الاخير بتاع الشباب بتاع شرم الشيخ وزير التعليم اتكلم على نقطه التعليم الفني والنهارده احنا ماشيين في التعليم الفني ان هو عايز الصنايع المصري يقدر يشتغل في ايطاليا يشتغل في المانيا في امريكا في مصر بس لازم ياهله التاهيل السليم طبعا. فهو ده اللي احنا بندور عليه ولذلك معلش يعني احنا في نقطه كده بعيدا عن الموضوع بس لازم حضرتك تعرفها إن بيقول لك في بطالة في مصر، ما فيش بطالة في مصر. م. إحنا مش لاقيين صنايعية، والبشمهندسة بردك ممكن تأكد على الكلام ده. آه بس هو إحنا مش لاقيين صناعية بس الناس بتروح تشتري توك توك, توك وبتقعد وبتشتغل. أنا عايز أنت عدي على القهاوي هتلاقي القهاوي كلها مليانة، يبقى دي إسمها بطالة مقنعة. بالزبط. طيب، أنت دخلتني في نقطة هتنقل بيها للبشمهندسة، أنا عايز يعني زي ما الأستاذ محمود قال في البداية إن دمياط ما فيهاش اه يعني ما فيهاش بطاله ما فيهاش بطاله، انا على فكره <applause> من بورسعيد وعارف دمياط كويس <applause> قوي آآ آآ في سنه من السنين اول ما طلع الدش المحافظ لقى الناس بدل ما كانت بتصحى الساعه 6 بقت بتصحى الساعه 10 راح شال الشاشة اللي, اللي محطوطه على العمارات، طبعا الوقت ما اقدرش اعمل ده، ازاي انا النموذج مثلا زي بتاع دمياط ان الولايات تبدا من ست سنين سبع سنين ثمان سنين 10 سنين تمام ويبقى ده بشكل مقنن عشان ما ندخلش في قصه قوانين الطفوله انها تتعلم فكره العمل عن طريق إنشاء مراكز تدريب م. عن طريق إن أنا أموله أحببه في الصنعة ما تبقاش الحرفة يعني جنب دراستك ما تبقاش م. الحرفة إن هي حاجة تقلل من شأنه بالعكس هي حاجة ترفع من شأنه و... وتسمح له ان هو بعد كده يعمل مشاريع خاصه بيه و... صحيح ويحسن وده احنا بنشوفه في دمياط يعني بزر. احنا الولد بيبدا من هو عشان حتى لو هو شغال في ورشه والده بس بيبدا عشان يكمل الصناعه دي ويمكن عايز اضيف حاجه يمكن حضراتكم بس مش هتبقوا في نفس سني انا عجوز شويه احنا زمان في ابتدائي وفي اعدادي كنا عندنا حصه زي صحيح. ما البنات بتاخد ايوه تدب... تدبير <applause> منزلي الشباب كانوا بيخشوا ورش نجاره, نجارة وكهرباء و... حببونا في النشاره وفي ازاي تعمل كهرباء وازاي تعمل تلغراف وازاي تعمل جرس الكلام ده كله النهارده مش موجود يعني ولا موجود اي موسيقى ولا اي رياضه يعني انا واحد من الناس كنت بلعب كل الرياضات وانا في ابتدائي واعدادي <applause> النهاردة مفيش خوش اساسا للمدرسة صحيح طيب باشمهندس مهندسة اماني برضو فكرة ان ارجع لفكرة ان احنا دي صناعة محتاجة تكامل يعني انا مفيش ورشة الورشة بيروح يجيب مسامير من حتة بيجيب البوية من حتة تانية بيجيب الغيرة نفسه اللي بيلزق بيه الخشب من حتة تالتة آه، الآلات نفسها محتاجة صناعية عشان يصلحوا الآلات بتاعتهم إذا كان شنيور إذا كان آه، 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 منشار كهرباء يعني دي صناعات كثيفة العمالة وبتشغل جنبها صناعات تانية وإحنا بنتكلم الوقت عايزين نطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة مم. إزاي ندعم ده كدولة كقطاع خاص وغيره ممكن ان انا احقق حاجه تانية مع اللي حضرتك بتقوله اني انا اشجعه ان هو يكون بنظام متابع لمؤسسه ان انا هسهل له الحاجات دي هقول له انا هديها وهطور لك ورشتك هعمل لك تامين هعمل لك معيش ففي نفس الوقت انا هطور من صناعته وهخلي شغله مقنن فاعتقد ان احنا لو عملنا كده انا سهلت شغله وطورته طب ده بالنسبه لاصحاب الشغل لكن اصحاب الورش أو اصحاب الورش لكن انت حضرتك بتقولي والاستاذ محمود احنا مش لاقيين صناعيين ازاي اقنع الناس ان الصنعه دي حاجه مهمه احنا كلنا بنطلع معانا ثانويه آه عامه وكليات وكده على عكس العالم كله المانيا مثلا 90% ولا 80% الناس صنايعيه صناعيه لكن الباقي ما بيطلعش منهم ما ال الجامعات الا 10% ودول الناس يعني قليلين جدا الاهتمام بالتسويق واني هما هو بيخاف الـ الـ بيخاف ان هو ممكن النهارده عنده شغل وبكره لا عشان كده هو بيلجا لمهنه ثانيه لو انا وفرت له التسويق ووفرت له السيوله والتمويل ان هو دايما هيبقى عنده شغل او حتى عملت لهم مرتبات رمزيه هيقدر ان هو يكمل في المهنه لكن هم خوفهم بيكون من عدم الاستمراريه ان انا النهارده عندي التزامات وعندي بيت ان انا النهارده عندي شغل او ما عندي شغل فعشان كده بيلجا زي ما حضرتك قلت توك توك او اي شغل تاني فبنفقد طبعا العماله دي اكيد طيب استاذ محمود بما ان حضرتك برضو من المستثمرين وفكره المستثمرين انت بتحلوا فكره ان انتم ما عندكمش عماله ازاي يعني بعض المستثمرين وضيوفي برضو آآ في ناس عملت منهم مدارس خاصه بالمصانع بتاعتهم. احنا دلوقتي في زي مبادره انا بعملها ان انا انا المصنع عندي لما تيجي حضرتك تشرفني هتلاقيه مساحته كبيره. فبدات ان انا هعمل زي حضانات عندي عشان احافظ على العامل بتاعي. وفي نفس الوقت ابني له مستقبل لان هو برضك من ضمن الحاجات اللي هو بيبقى عايز يعملها ان هو عنده اولاد داخل المدارس وعنده اولاد بتتجوز صحيح. وهو الى اخره فقلت ان انا النهارده هنعمل مصلحه متبادله ان في مكنه جديده بدل ما انا اشتريها هو يشتريها عن طريق الصندوق الاجتماعي تمام وابدا آخذ منه ما قيمته انتاج م. اللي يدفعه القسط اللي عليه في الصندوق الاجتماعي تمام او اللي هي هيئه صناعه صغيره والمتوسطه فين عنده ولا عندي. عندك انت عندي ودي له كهرباء بفلوسها وميه بفلوسها كانك بتاجر له مكان يحط فيه المكان آه بس بأجره له وما باخدش منه ايجار بحيث ان انا اخد منه الشغل وفي نفس الوقت هو بعد الساعه 5 او بعد الساعه أربعة ونص اللي هو المواعيد الرسميه بتاعة المصنع عندي يقدر يطلع يسوق باقي المنتج بتاعه على ناس ثانيه يبقى انا كده حفزته وعملت له مستقبل لما يكبر حضرتك في الصين بيبداوا يدوا للناس مثلا 20 متر مم. اول ما يكبر يدي له 50 متر واحد تاني ياخد ال 20 واحد صحيح. تاني ياخد 200 مم. وهكذا يعني مم. انت عارف متدرجه مم. فانا برضك فكرت في نفس الموضوع ان احنا تعالوا واللي انا محتاجهم كلهم واللي مش محتاجهم يعني مم. في ناس عندي آآ ليهم آآ صناعات حتى بعيده عن الصناعه بعيدة بتاعتي عن الصناعة. فقلت لهم برضك نعملها ونقدر اللي بيها نقومكم وفي بعد كده انت بعد سنه بعد خمسه بعد عشرة عايز تسيبني خلاص ممكن تاخد بقت المكنه دي بتاعتك م. تقدر تفتح بيها مشروع اللي هو كان بداته عندنا. م. فدي احنا بنحاول بس عندنا مشكله مواجهانا وهي مشكله ترخيص جوه ترخيص. يعني انا عندي ترخيص المصنع هو لازم اطلع له ترخيص, ترخيص. عشان يقدر يبيع للناس الثانيه. ما احنا بننادي مش بقى بالسوق الموازي بننادي بالسوق الطبيعي. م. فالسوق الطبيعي يبقى هو لازم ياخد ترخيص عندي لان هو محتاج ايه كابل كهربا والمكان عندي فاضي يعني م. انا م... يعني م... م... مش مزاحم مش... مش اه, هيكلفني آه. مش هيكلفني حاجة. حاجه فاحنا فكرنا في حدود 15 مشروع م. هيشغل فيه حدود 35 واحد بالفعل شغالين تمام بس هو م. لو حابب بقى انت تجيب حد من بره م. عشان انت تبقى منتبه لشغلك لان هو خوفه كله من الفتره بتاعت الشهر هو بياخد عندي سي 5000 جنيه م. بيقدر يدفع ايجاره واكله حاجة. وشربه م. فخايف هو يروح يعمل مشروع ما يدخلوش ال 5000 جنيه م. طب انا ادخل لك ال 5000 اللي انت بتاخدها عندي وفي نفس الوقت هقدر اخليك تكسب من ورا حاجه تاني وتبني مستقبلك. تمام طيب خليني اتنقل لمعرض فيرنس اند هوم ويمكن حضرتك اكيد يعني هتفيدينا اكتر في هذا الموضوع فكره ان مكان بشوف فيه كل المنتجات بشوف في كل الاذواق لان دي فكره مهمه جدا كل الناس ممكن يكون حاطط في دماغه انا بحب الستيل او يعني الفرنيتشر او الـ الاساس العادي اللي احنا متعودين عليه بالشكل الكلاسيك شويه الأيما وكده لكن لما اروح اشوف حاجات تانية بكتشف زي برضو ما الاستاذ محمود قال احنا بيوتنا بقت صغيره محتاجه مساحات صغيره ومحتاجين حاجات عمليه المعارض ديت في فكره التسويق شايفها ازاي هو طبعا بيدي فرصة لكل الشركات أنها هي تعرض منتجاتها وبيبقى في منافسة قوية بتخليهم يقدموا دايما كل معرض الأحسن وبتدي فرصة للعميل ان هو يختار من من مختلفة عنده المودرن عنده الكلاسيكي عنده المعاصر حتى لينا احنا كمهندسين ديكور احنا دايما بندور على الخامه الجديده على الأزواء الجديده فده بيساعدنا طبعا ان احنا ندخل في تصاميمنا شغل جديد وفكر جديد وطبعا هو بيكون للشركات الجديده فرصه احسن طبعا ان هي تعرض برضو وتنافس وسط شركات كبيره وتتعرف يعني وسط طيب انا ممكن أسميكم عميل وسيط اللي هو انت عميل بتشتري العميل تاني فهل انت في الحاله ديت بت بت بتستفادي من المعارض ديت مثلا انا جاي لك عميل طب تعالى نتفرج على الاسواق مع طبعا بعض طبعا طبعا العملاء كمان بيبقوا مستنيين المعارض احنا عندنا كذا معرض ومن اقوى المعارض الموجوده عندنا فيرنكس العملاء اه بيبقوا متابعين وعارفين مواعيد المعارض ومستنيينها وهم حتى اللي بيقولوا لنا يعني في معرض يوم كذا احنا عايزين ننزل مع بعض بيستعين بذوق طبعا المهندس ان هو بيثق فيه طبعا تمام طيب برضو استاذ محمود على فكره المعرض يعني بما انك انت طبعا اكيد مشاركين في المعرض ده باشكال مختلفه انت شايف المعارض دي هل هي نوع من التسويق احنا محتاجينه اكتر من كده وده هيدينا الطموح اللي احنا عايزينه ان احنا نسوق للخارج هو احنا المعرض ده جيد ومحتاجين معارض اكتر من كده بس خارجيه م. لإن احنا زي ما بيتكلموا دايماً في التوك شو احنا بنتكلم بالعربي فبالعربي الأجنبي مش هيفهمني م. فأنا لازم أروح له عشان أخاطبه بنفس اللغة بتاعته. تمام. في ديزاينر زي الباشمهندسة وفي مصر فيها يعني ناس عظام جداً نقدر إن احنا نصدر تصميمات كمان م. لكن هي المشكلة إن تكلفة المعرض الخارجي اليورو 23 جنيه. م. فأنت متخيل الوضع هيبقى إزاي؟ صحيح فده لابد إن احنا نعمل دعم للمعارض الخارجية، طبعًا احنا ما بنخترعش العجلة، حاجة زي تركيا كل المعارض الخارجية بتاعة المصانع كلها على حساب الحكومة، م. لأن في النهاية هو بيدخل دخل. وإحنا النهاردة في معرض في لندن عن التسويق العقاري. تقريبًا الحكومة اللي عاملها أه أه تخيل حضرتك أنت النهاردة لو بدأت في التصدير احنا عندنا ازواق ومتانه لما الاجانب بيشوفوها يعني معرض فيرنكس من مميزاته ان هو بيعزم حوالي 500 باير على مستوى العالم فال 500 باير دول لما بيجوا بيشتروا بالفعل ليه؟ لانهم شايفين منتجات ما بيلاقوهاش بره وفي نفس الوقت الخامات والفينش بتاعنا احنا منافسين جدا 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 حتى بالنسبه للطلاينه لان لو حضرتك تعرف مثلا ان غالبيه شغل دمياط بيطلع ايطاليا يتفنش هناك ويتباع ويتباع فأ... لدول اوروبا ايوه فاحنا فأ... المشكله بتاعتنا زي ما قالت الباشمهندسه وزي ما ذكرت في الاول التسويق م. هو ده الاساس بالنسبه لنا لو عرفنا نسوق زي ما بنعرف نسوق دلوقتي المؤتمرات وبقى عندنا اي مؤتمر الناس كلها بتعلم بيه يا ريت ان احنا نقدر نسوق لكل منتجاتنا هنقدر نجيب دخل عمله صعبه للبلد اكتر من كده بكتير طيب آه برضو يا مهندسة فكرة الدعم الإعلامي آه عايزين مركز إقليمي يتعرف عندنا مراكز منافسة على مستوى البحر المتوسط بس يعني زي ما الأستاذ محمود قال إحنا بنصدر آه إحنا فعلا بنصدر لدبي بنصدر مم. لفرنسا بنصدر لإيطاليا أساس بالذات الأساس الغالي يعني الحاجات الغالية جدا هم بياخدوها مننا آه الدعم الإعلامي شايفاه إزاي شايفاه إن برضو آه من شغلك انك انت الاعلانات نفسها محتاجه ايه لا ممكن محتاجين دعم اعلاني اقوى وممكن بيكون في معرض ما بيكونش معمول له اعلانات بشكل يعني. ودعاية بشكل كافي احنا كمهندسين ديكور احنا بنسعى ان احنا نعرف طبعا الاوقات بتاعه المعارض بس اعتقد ان هي بتكون محتاجه تغطيه اكتر من كده بكتير تمام طيب اخيرا استاذ محمود برضه فكره الدعم الاعلامي الدعم والتنسيق هل احنا محتاجين تنسيق مع المراكز الاقليميه مثلا في البحر المتوسط عشان ما نلاقيش منافسه عشان يبقى في تكامل يعني انتوا بتشوفوها ازاي احنا محتاجين بصفه مبدئيه ان اي معرض في مصر احنا بننظر له على انه قطاع خاص ولا قطاع عام ولا م. معرض القاهره ولا غير القاهره وهكذا احنا عايزين نقول يا أخوانا المعرض ده في النهايه لما حد بيبيع ده بيزود معدل دوران راس المال صحيح داخل البلد وبيبدا ياثر في الناتج القومي وبيبدا لو هو اشتغل وزود شغله بيخف البطاله يعني من كل النواحي هو خير للبلد مش في صناعه الاساس فقط ولكن في كل, كل الصناعات الصناعة. زي ما سياده الرئيس كده بيقدر يدعم صناعه البرمجيات وبيحضر المعرض بتاعها احنا محتاجين ان كل المعارض تاخد رعايه سياده الرئيس عشان يبقى ليها الاهتمام الاعلامي اللي محتاجاه المعارض دي، اللي هي محتاجاه الصناعه دي. عشان انت النهارده لو طلعت بره اساسا ما بيعرفكش. م. ليه؟ لان في ناس سوقت سمعه المصريين في التصدير، يعني الباشمهندسه انا عارف ان هي بتصدر اساسا فهتلاقي عندها انت متخيل حضرتك انت جايب منتج ورايح لواحد بتقول له انا عايز ابيع لك ده وهو شغال مع حضرتك ومرتاح ومنتظم وكل شيء ستل م. طيب بالنسبه لي انا بقى بروح اشقى معاه اول ما يعرف ان انا مصري بيكون في واحد قبل كده اتفق معاه وما ادالوش الجوده اللي هو عايزها ولا سوى سوى, سوى. سوى. فانت بتعدل م. الفكره الاول الت... وبعد كده بتبدا تتعب عشان تحط الحاجه بتاعتك م. مكان الحاجه الثانيه تمام مش مهندسة كلمه اخيره أه... أه سعيده طبعا باللقاء مع حضرتك و واتمنى ان صناعه الاساس والديكور في مصر أه تاخد اهتمام ورعايه اكتر من كده ان شاء الله و أه ونشوف يعني مصانع اكتر باذن الله وصناعتنا تتصدر لجميع انحاء العالم ان شاء الله انا بشكرك باشمهندسه اماني عبد الحميد دي مهندس ديكور وبشكر الاستاذ محمود برعي عضو مجلس اداره جمعيه مستثمر 6 اكتوبر وبشكركم بالطبع مشاهدينا الكرام دي كانت حلقه عن ملف هذا الاسبوع عن صناعه الاساس واستراتيجيه تنمية وتطوير هذا القطاع شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى اللقاء